القنبله الذريه نتاع تركان اكثر من القنبله نتاع هيروشيما اللي دارت فرنسا امريكا. حنا رانا نقاسوا في الوقت الحاضر. الجزائريين ناموا عن هذا الملف نومة أهل الكهف. الحكاية مازال متواصلة والناس راهي حاصلة، مازال العباد تعاني ومازال الحكومة مقصرة، مازال ضحايا تطيح ومازال أفواه تصيح والأنين في كل بلاصة، الشعب مازال جريح، مازال المعاناة في كل شبر كاين حكايات، مازال دموع تسيل كي تتفكر ذكريات من ركان. نحكي على المصيبة المأساة تاع لابومب أتوميك والحكومة اللي تنسات سنوات ستينات قلبت الدعوة جحيم، مشكل بقايا نووي والمصير الأليم، وجريمة عملتها وراحت والناس وراها صح، زادوا علينا المصايب والهموم علينا طاحت امراض وراء امراض، تشخيصات اعراض مجهوله تاثرت هذه الارض وفرنسا عليها مسؤوله، سموم تسري فينا تلتهم كل اماني، الامل فينا قايم لازم نحاسب هذا الجاني. كل دار تحكي قصه مملوءه بالالم، فلزت الكبد عندما تشوت واللي فيها الله اعلم، الاعاقات بالجمله واللي البصر نتاعو راح الاجساد راهي تشكي والنفوس بالجراح، اللي طاح اللي طاح واللي باقي ماشي مرتاح، يا المطالب لا مطالب والمصير نتاعك وضح، راك في طي النسيان والعفسه راهي مدروسه، تكلم يا العيان حقوقك راهي مدسوسه. راح نكونوا كيما كنا يد وحده مع بعضنا، ما راح ننسى جامي لجهدوا على جنة، وما زلنا نحارب في وجه كل المصايب، وما زال على جنة الناس العيات من المقالب يا فرنسا، جي اليوم جي البارح الغد راح يكون أسوأ، ما راح نسامح رسالة مجواتها والأيام تفصل بيناتنا، القضية ما زال حية وما زلنا على ثباتنا. جاء الآن جيل جديد يريد أن يعرف الحقيقة ولن يسكت، حتى وإن سكتنا نحن فسيأتي جيل من بعدنا وسيطالب بمعرفة هذه الحقيقة.